بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يمكن انا معايا ضيف من الناس العزيزه جدا عليا، هو الشيخ طه عبد الرزاق عبد المنعم، يعني من الناس اللي ليها فضل كبير جدا عليا، سواء مثلا في الرحله الدراسيه بتاعتي صراحه في القاهره، كان من الناس اللي وقفت جنبي كتير، ومكان من الناس اللي ساعدتني ياما. وطبعا يعني انا يمكن قدام الكاميرا اول مره، ويمكن انا دايما بشكره على الحاجه دي، وبشكره تاني هنا يعني على الحاجات الكتيره اللي عملها معايا. وقف جنبي في القاهرة، عرفني حاجات ياما، علمني حاجات ياما، عرفني الدنيا ماشية ازاي، كل حاجة عموما يعني. فأنا طبعا مستضيف النهاردة هو هيكلمنا عن حاجة اعتربت منه اللقاء، بما ان احنا داخلين على شهر رمضان، وهو صراحة افضل شخص او افضل حد قريب من اسلوب الطلبة وقريب للطلبة، فحبيته كده جهز موضوع ليكم بمناسبة طبعا شهر رمضان الكريم. فالشيخ ده طبعا هيتكلم معاكم عن موضوع كده من ترتيبه، وان شاء الله الموضوع يكون حلو ويعجبه. برجع دعوه للراجل ده في ظهر الغيب كده، او دعوه في التعليقات، وان شاء الله كده يكون رمضان كويس عليكم، وكل سنه وانتم طيبين. الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. سبحانك ربي لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبعد، لقد حاول أعداء الدين بكل الطرق أن يصنعوا جدارا منيعا بين واقع الأمة الآن وبين ماضيها المزهر المنير، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق. لقد علم الله سبحانه أن هذا الدين، ألا وهو دين الله جل وعلا، لن يتحول إلى واقع عملي في حياة البشر إلا بوجود قدوة صالحة للبشرية. لذا فلقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون للناس قدوة، فكان لهم أعظم قدوة. ومن هنا تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخطو الإنسان خطوة نحو التغيير، وأن يسلك طريق أهل الصلاح والإصلاح. ونحن على عتبات رمضان، وهو إن صح القول فهو شهر التغيير، شهر فرصة لمن أراد أن يتغير أن يتغير من خلاله. وجه العالم تغير في رمضان، ووجه الكون بأكمله قد ذاق التغيير. أفلا أنت تتغير؟ الله سبحانه جل وعلا غير الكون بأكمله من أجلك أنت حتى تتغير. خطوة نحو التغيير، جئت اليوم إلى هنا من أجل أن تتغير أنت. وحقيقة أنا لا أطلب منك التغيير على سبيل الاختيار، وإنما أطلب منك التغيير لأنه لا بد لك أن تتغير، لا بد أن تتغير. شهر رمضان غير الله فيه الكون، ولذا يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ما شأن هذا الحديث بجانب التغيير؟ أنا أعلم وأعي جيدا أنك سمعت الحديث مرات ومرات، بل بمجرد أن يدخل رمضان إذا بالكل يردد هذا الحديث وأنت تسمعه. لكن الذي أريده منك اليوم أن تقف وقفة تغير فيها فكرك نحو هذا الحديث. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان، ما الذي يحدث؟ يتغير الكون وتتغير الأحوال، لأنه ليس شهرا عاديا،
وإنما هو شهر لا بد للمسلم فيه أن يتغير كما أن الله سبحانه غير فيه الكون. انظر إلى الشياطين تغوي الإنسان وإذا بها تمرح كيف تشاء، وبمجرد أن يدخل رمضان يتغير حالها فتقف. قال إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان صفدت الشياطين، أي سلسلة الشياطين، سلسلة الشياطين ومردة الجن. ما الذي يحدث للجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ما الذي يحدث للنار؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وتغلق أبواب النار فلم يفتح منها باب. هذا هو شهر رمضان، شهر تتغير فيه الموازين، شهر ينبغي على المسلم فيه أن يخطو خطوة نحو الإصلاح والصلاح. علشان كده حين أخبرنا ربنا سبحانه عن شهر رمضان وما حدث فيه، قال لنا ربنا حدث يبين لنا وجه التغيير من خلال رمضان. حين تحدث ربنا عن غزوة بدر في كتابه قال الله سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما ذاق المسلمون طعم العزة إلا بعد بدر، وما ذاق المسلمون طعم الغلبة على المشركين والكفار إلا بعد موقعة بدر. أصبحت لهم عزة وأصبحت لهم مكانة بين الأمم، بل وما كان أحد من الناس يعلم من هم حتى انتصروا على المشركين والكفار في بدر. ولذا قال رب مخاطبا المسلمين في كل زمان ومكان بهذه النعمة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن تغير الحال بعد بدر، وكانت غزوة بدر في رمضان. ولله در القائل حين قال: أبطال بدر يا جباها شرعت للشمس تحكي وجهها المصقولة، حطمتم الشرك المصغر خده فارتد مشلول الخطى مخذولة. تغير حال المشركين بعد أن كانوا غلبة على المسلمين إلى أذلة، وتغير حال المسلمين بعد أن كانوا تحت جباه المشركين في مكة، أصبحت لهم دولة في المدينة بفضل أنهم ساروا على خطى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا ينبغي عليك أن تتغير. الله سبحانه جل وعلا يغير الكون حولك، يغير الكون حولك من أجلك أنت، من أجل أن تتغير أنت. بل لو نظرت إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رمضان لعلمت أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أيضا يتغير حاله في رمضان، لأنه يعلم أن شهر رمضان ليس كأي شهر، بل هو شهر الإصلاح والتغيير. حين تحكي عائشة رضوان الله عليها وأرضاها عن حال النبي في رمضان، قالت: كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل العشر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. بل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعد استعدادا خاصا لشهر رمضان. النبي صلوات ربه وسلامه عليه طلب منك أن تتغير كما كان حال نبينا يتغير في رمضان. إذن طالبك رسول الله أنت أن تتغير. نعم، طالبك رسول الله أن تتغير. في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والصيام جنة، أي وقاية تمنعك من أن تقع فيما يغضب الله سبحانه. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الله أكبر، فليقل إني صائم. انظر إلى هذا الحديث. أيضا أنا أعي أنك تسمع الحديث مرات ومرات، لكن هل لا وقفت على مراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الحديث؟ قال
والصيام جنة، أي الصيام يغير حاله إلى أفضل حال. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ما المطالب منه؟ إن وقع في اعتداء أو غيره، قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إن الذي كنت تفعله قبل رمضان لا ينبغي عليك أن تفعله في رمضان. إن الذي ينبغي عليك أن تفعل هو أن يتغير حالك إلى أحسن حال. أنا أعي أيضا أنك سمعت الحديث مرات ومرات، لكن هل وقفت مع مراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كلامه؟ يقول والصيام جنة، أي وقاية تمنعك من أن تقع فيما يغضب الله سبحانه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إنما كنت تفعله قبل رمضان لا ينبغي عليك أن تفعله في رمضان. إن السب والشتم حين تتعرض به للناس لا ينبغي عليك أن تفعله في رمضان، ينبغي عليك أن تتوقف وأن تغير أخلاقك، لأنه بدون أخلاق وبدون تغيير ما الذي فعله الصيام في نفسيتك وفي أخلاقك؟ وكيف أديت مراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كلامه؟ إذن ينبغي عليك أن تفهم وينبغي عليك أن تعي أنه مطالب منك أن تتغير، أنت مطالب منك أن تتغير. ألا أقول لك شيئا ربما لم تنتبه معه؟ أنت تتغير في رمضان دون أن تشعر. إي وربي تتغير دون أن تشعر، لكن المصيبة أنك تتغير دنيويا ولا تتغير دينيا، مع أن المطالب الدين عندنا أولا في التغيير، أن تتغير وأن تبدل حالك إلى أحسن حال في الدين، وأن ترتقي برمضان إلى أعلى الدرجات عند الله سبحانه جل جلاله. إذن لو نظرت في طعامك وشرابك في رمضان، تتغير الوجبات، وجبات الطعام والشراب. قبل رمضان عندك وجبة في الصباح، وجبة الإفطار في الصباح، وعندك وجبة للغداء، وعندك وجبة للعشاء. هذه الوجبات أنت متكئ عليها طوال العام، لكن بمجرد أن يدخل رمضان تتغير أحوالك دنيويا. فبعد أن كانوا 3 وجبات إذا بك تغير الطعام، فتلغي وجبة الإفطار في الصباح لتجعلها وجبة إفطار عند أذان المغرب من صيامك، بل وتغير غداءك وعشاءك إلى وجبة السحور. أنت مطالب هكذا من قبل الله سبحانه ومن قبل نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل لو نظرت في حالك الآن لوجدت أنك تستعد لرمضان، وأنك تخزن الطعام والشراب، إذا بالرجال يستعدون لرمضان، بل وإذا بالمرأة في بيتها تستعد من أجل رمضان. هي قد استعدت دنيويا ولكنها ما زالت غائبة عن الدين. إن التغيير مطلوب، أن نتغير دينيا إلى أفضل حال وإلى أحسن حال كما طلب منا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لو لم تنتهي عن الفحشاء، ولو لم تنتهي عن البغضاء، ولو لم تنتهي عن كل خلق سيء، كيف للصيام أن يقبل عند الله سبحانه جل جلاله؟ إن الصيام مرتبط قبوله عند الله بما أثر فيك الصيام. ولذا قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الغاية وما هو الهدف من ذلك؟ قال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، التقوى هي أن تصل إلى أفضل شيء عند الله سبحانه جل جلاله، أن تجعل حاجزا بينك وبين غضب الله وسخطه، هذه هي التقوى. إذن الغاية من الصيام هي أن تصعد إلى الجنة. إذن الصيام يغير،
ورمضان فرصة لأن تتغير، إن رمضان فرصة لمن ابتلي بتعاطي المخدرات أن يتغير، إن رمضان فرصة لمن ابتلي بشرب المدخنات أن يتوقف، إن رمضان فرصة لمن ابتلاه الله بالغيبة والنميمة أن يتوقف عنها، إن رمضان فرصة لمن ابتلي بالخوض في أعراض الناس أن يتوقف، إن رمضان فرصة لمن أدمن الجلوس أمام المواقع الإباحية أن يتوقف عن هذا الفعل الشنيع، إن رمضان فرصة لأن يغير الإنسان نفسه. هذا الرجل، وأنا أقصدك أنت حين تنتهي من فطرك في رمضان وإذا بك تذهب سريعا إلى المقهى من أجل أن تدخن ومن أجل أن تنظر إلى المسلسلات وإلى الأفلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا، أنا أقصدك أن عاهد ربك الآن وكن رجلا على أن تغير من حالك إلى أفضل حال. إن الذي يغضب من زوجته من أجل أن الطعام ربما ازدادت ملوحته كثيرا ينبغي عليه أن يغير من أخلاقه. إن الذي أدمن الجلوس أمام المواقع الإباحية حتى في رمضان ينبغي عليه أن يتوقف، ينبغي عليه أن يصمد أمام الحق حتى يطهر الله قلبه. إن الذي ابتلاه الله جل وعلا بالغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس ينبغي عليه أن يتوقف، ينبغي عليه أن يتوقف. ما هو الواحد فينا عمال بيجيب في سيرة الناس ليل نهار ولا يعلم أنه دين يقف به أمام الله سبحانه، بل هو دين يرد منه في الدنيا قبل الآخرة. يا هاتك الحرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألف درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته صار الوفا من أهل بيتك فاعلمي. إنها خطوة للتغيير، إن رمضان يغير الأحوال، فينبغي عليك أن تغير حالك إلى أفضل حال، وينبغي عليك أن تسعى إلى رضا الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.